مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض، نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج. هذه أبرز عناوين اليوم. المملكة العربية السعودية دعت لانعقاد هذا الاجتماع الطارئ استشعارا بمسؤوليتها تجاه الوضع الإنساني المتدهور في أفغانستان. وزير الخارجية السعودي يؤكد للعربية على مساعدة أفغانستان إنسانيا ومحاربة الإرهاب فيها. الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط ومطار أبها. إصابات كورونا في السعودية فوق 100 لأول مرة منذ أشهر، وهيئة الصحة تدعو لعدم السفر للخارج. في الرابعة أيضا، لأول مرة في تاريخ الكويت وزارة الدفاع تبدأ بتسجيل الراغبات في الانضمام إلى قوات الجيش. اختتام ميدل بيست مساء اليوم. أكثر من 500,000 زائر من داخل وخارج السعودية في 3 أيام. وفي الرابعة أيضا، نستعرض معكم أبرز أرقام التحول الرقمي في السعودية خلال العام 2021. في مقابلة مع العربية، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي تم بدعوة السعودية من أجل بحث الوضع المتدهور في أفغانستان، مشددا على أهمية استجابة الدول الإسلامية للتعامل مع الوضع الأفغاني. المملكة العربية السعودية دعت لانعقاد هذا الاجتماع الطارئ استشعارا بمسؤوليتها تجاه الوضع الإنساني المتدهور في أفغانستان مع اقتراب الشتاء ووجود عدد كبير من المواطنين الأفغان معرضين إلى الفقر الشديد وعدم وصول المساعدات. كان هناك ضرورة أن تتحرك منظمة التعاون الإسلامي للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير، واستجابت الدول الإسلامية مشكورة لانعقاد هذا الاجتماع، وتم التوافق على عدة خطوات تهدف بالأساس إلى التعامل مع هذا الوضع الإنساني الخطير، ونتفائل أن يكون هذا جزء من رفع المعاناة عن الشعب الأفغاني إن شاء الله. كما دعا وزير الخارجية السعودي حركة طالبان في أفغانستان إلى محاربة الإرهاب وعدم السماح بأن تكون أفغانستان بؤرة لتفشي الإرهاب. محاربة الإرهاب وعدم تكون أفغانستان لبؤرة للمنظمات الإرهابية أولوية قصوى ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل لكافة الدول الإسلامية والمجتمع الدولي كامل، وننسق مع شركائنا في منظمة التعاون الإسلامي وننسق مع شركائنا أيضا في المجتمع الدولي لضمان عدم حدوث ذلك. وبالتأكيد سلطات الأمن الواقع في أفغانستان، سلطات طالبان، عليها مسؤولية أن تحمي ليس فقط أمن الأفغان لكن أيضا تمنع أن يكون أفغانستان منبعا لأي تهديد لجيرانهم أو لأي دول في العالم. أعلن مؤخرا عن تسيير جسر جوي وبري يصل إلى أفغانستان، يتم إيصاله عن طريق مركز الملك سلمان للعمل الإغاثية، والمركز له خبرة واسعة في إيصال المساعدات إلى مستحقيها، ويعمل مع شركائه المحليين لإيصال المساعدات مباشرة إلى المواطنين الأفغان. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض عبد الله بن جاد بن بجاد، الكاتب الصحفي وأيضا الصحفي الأفغاني أحمد سيد. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك أستاذ عبد الله، هذه الدعوة من السعودية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في لمناقشة الوضع المتدهور في أفغانستان، هل هي دعوة متأخرة؟ وكيف يمكن النظر إلى نتائجها إذا ما تم؟ هي ليست دعوة متأخرة، هي في الحقيقة دعوة اضطرارية اضطرت المملكة العربية السعودية بحكم سياساتها ومواقفها الإنسانية تجاه كل شعوب العالم وتحديدا تجاه الشعوب الإسلامية إلى أخذ زمام المبادرة للوقوف مع الشعب الأفغاني بغض النظر عن الجهة التي تحكم هذا الشعب، لأن مثل ما ذكر سمو وزير الخارجية أنه الشتاء قادم والشتاء في أفغانستان قاسي، إضافة إلى قسوة الظروف الإنسانية والمعيشية في أفغانستان وخصوصا بعد الانسحاب الأمريكي المستعجل في أغسطس الماضي، وبالتالي يحتاج الشعب الأفغاني حقيقة أن يقف
أشقائه وأصدقائه والدول الداعمة لحقوق الإنسان، الداعمة للشعوب التي تراعي وتستطيع أن تقدم المساعدة، أن يذهبوا بهذا الاتجاه. والسعودية أصلا أطلقت حتى قبل هذا المؤتمر أطلقت جسرا جويا لإغاثة الشعب الأفغاني، لأنه الشعب الأفغاني في النهاية ليس له موقف سياسي، ليس له أي أيديولوجيا معينة، هو شعب مثل بقية الشعوب، ولكنه يرزح منذ سنوات طويلة تحت ضغوط استثنائية على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وغيرها، ومن هنا جاءت هذه. هل هي اعتراف بشرعية طالبان؟ لا أبدا، هناك فرق كبير بين الاعتراف بشرعية الدولة وبين التعامل مع السلطة التي تحكم هذه الدولة وهذا الشعب في القوانين الدولية، في المنظمات الدولية. هذا أمر واضح وصريح، طالبان ليست حكومة شرعية اليوم في أفغانستان، ولكنها حكومة الأمر الواقع، هي التي تحكم هذه المساحة من الجغرافيا وهذا الشعب من المواطنين، وبالتالي التعامل معها هو ضرورة لإنجاز ما يمكن إنجازه، ولكن الاعتراف السياسي له تبعات قانونية وسياسية مختلفة عن هذا الوضع. سيد أحمد، ما هي حقيقة الوضع في أفغانستان اليوم؟ كان هناك محادثات طويلة ومفاوضات تمت بين أطراف دولية، بين حركة طالبان، كان نقطة الفصل هي الانسلاخ أو عدم الاعتراف بالجماعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان. اليوم هل تغير الوضع؟ هل تغير الأمر؟ هل يمكن الفصل بين طالبان وهذه الجماعات على الأراضي الأفغانية؟ في البداية حتى الآن لم تظهر طالبان أنها تبرأت من هذه الجماعات حتى الآن، فقط مع خلافاتها مع داعش، خلافات أيديولوجية فيما بينهم منذ أعوام، يعني فيما بينهم مع داعش في خلافات أيديولوجية، لكن في انسلاخهم من بعض الجماعات الإرهابية هم حسب الاتفاق الأمريكي في الذي تم في فبراير 2019 في الدوحة، هم تحدثوا بأن أو توقعوا على أن طالبان لن تأوي أي جماعة إرهابية ولن تستخدم أراضي أفغانستان ضد أي دولة أخرى، ولكن حتى الآن طالبان، يعني حتى المتحدث الرسمي في عدة لقاءات عندما يتم سؤاله عن هل أنتم قطعتم العلاقة بالقاعدة، وكأنه لا يجرؤ حتى على ذكر اسم القاعدة، يقول نحن لا نتعامل مع أي جماعات، مع أي حركات، حتى لا يسميها إرهابية أو إسلامية وين يكون. مع دخول طالبان إلى كابل في منتصف أغسطس الماضي أطلقت سراح جميع السجناء الذين كانوا موجودين في السجون بلا استثناء، بينهم قتلة، إرهابيين، تجار مخدرات، يعني من أبرز من أطلق سراحهم الأشخاص الذين فجروا في مطار كابل وقت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. ومن جهة أخرى نائب زعيم طالبان باكستان الملا فقير محمد الذي أطلق سراحه وعاد إلى باكستان إلى الحدود الباكستانية في موكب من حراسات من طالبان الأفغانية، وأصيب قبل يومين في قصف من القوات الباكستانية الملا فقير محمد نائب زعيم طالبان باكستان. بالتالي يمكن القول بأنه مزاعم طالبان التي تظهر تصريحات بالاعتدال بالبراغماتية هي مزاعم شكلية غير حقيقية لمواجهة الجماعات الإرهابية في أفغانستان. بمعنى آخر، هل يمكن الاعتماد على طالبان اليوم لمواجهة الجماعات الإرهابية في أفغانستان؟ حتى الآن طالبان لم تبدي أفعالاً، كما ذكرنا لم تبدي أفعالاً، يعني بعد دخولهم إلى كابل ب15 يوماً عاد أمين الحق مصطفى رئيس أو مسؤول أمن أسامة بن لادن في جبال توربورا عاد إلى أفغانستان، كان متواجد في باكستان سجن ما بين 2008-2011 وعاد إلى أفغانستان والتقى ببعض القيادات الأفغانية مثل قلب الدين حكمتيار. فلم تبدي طالبان يعني أفعالا واضحة أو تعهدات لدول المنطقة، ولذلك وجدنا في تصريح وزير الخارجية السعودي قال بأن على سلطة الأمر الواقع أن تكافح الإرهاب في أفغانستان وأن المسؤولية تقع على عاتقها، على عاتق طالبان، لذلك الدول ما زالت تشدد على موضوع مكافحة الإرهاب. هل تملك منظمة التعاون الإسلامي أي قدرة أي ثقل لإقناع طالبان بالانسلاخ عن هذه أو عدم دعمها أو مواجهتها خلال هذا الاجتماع، أم أن النتيجة محكومة بفشلها قبل أن تبدأ؟ المهمة ليست هذه في الحقيقة لهذا المؤتمر، المهمة هي إنقاذ الشعب الأفغاني ومساعدة الشعب الأفغاني، وهذه ستنجح فيها منظمة التعاون الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية. أنت تتحدث عن تقديم مساعدات؟ نعم،
من خلال هذه الجمع. صحيح. هذه المساعدة ستوجه إلى من؟ إلى الشعب الأفغاني بشكل مباشر كما قال سمو وزير الخارجية السعودي. ولكن السؤال الأكبر هو هل طالبان قادرة على أن تحكم دولة، أن تتحول إلى حركة سياسية تقود دولة أم لا؟ هذا السؤال مهم وخطير جدا، لأن ما يظهر من طالبان إلى اليوم هو تمسكها بالأيديولوجيا التي أسقطت حكمها أول مرة. طالبان عندما حكمت في عام 96 اعترفت بها ثلاث دول فقط، باكستان والسعودية والإمارات. اليوم لا أحد يعترف بحكومة طالبان في العالم أجمع، لأن هذه الحركة لم تقدم مراجعات حقيقية. الحقيقة حتى تقنع طالبان العالم ليست بحاجة إلى استخدام مصطلحات فضفاضة تجاه حقوق الإنسان أو تجاه السيادة أو تجاه غيرها من المصطلحات الدولية، هي بحاجة أن تقوم بما يشبه الثورة الداخلية داخل طالبان، ثورة في الفكر والمفاهيم والأيديولوجيا، وثورة على الرموز القديمة والمتصلبة لهذه الحركة. هذا الشيء لم يحدث منه شيء إلى الآن، ونأمل أن يكون لدى طالبان القدرة على الاتجاه بهذا المسار. هل يمكن أن تستمر طالبان في هذا التحرك بأن تظهر غير ما تبطن لتستقطب هذه المساعدات الخارجية؟ يعني كانت مساعدات دولية وربما الآن مع منظمة التعاون الإسلامي. في البداية نفرق في طالبان، داخل طالبان يوجد فصيلين الآن فعليا، يوجد فصيلين، فصيل أو فئة يتولاها ويتزعمها الملا برادر نائب رئيس الوزراء، وفئة يتولاها سراج الدين حقاني الرجل المتشدد وزير الداخلية. يوجد بينهم اختلافات فكرية، اختلافات في طريقة التعامل مع الدول الأخرى. حقاني يقول من جهة لا نحتاج المجتمع الدولي، من جهة أخرى الملا برادر يشدد على أن طالبان لا بد أن تعترف أو أن تقبل أن تستجيب لدعوات المجتمع الدولي والدول الإسلامية حتى تحظى بدعم واعتراف من هذه الدول. لذلك نجد الخلاف هذا يسبب أن طالبان حتى الآن يعني لا تستطيع التوصل إلى شيء واحد. زعيم طالبان حتى الآن الملا هيبة الله لم يسيطر على هذا الخلاف الذي نشب بين الملا برادر وسراج الدين حقاني، حتى أن هذا الخلاف لم ينشب فقط في أمور سياسية وأمور يعني كبيرة على مستوى الدولة والتعامل مع الدول الأخرى. يعني وقع خلافات بينهم في تعيين رئيس لاتحاد الكركت الرياضي، قوات من طرف الملا برادر اعتقلوا رئيس اتحاد الكركت الذي عينه حقاني. في خلافات حتى الآن، لذلك طالبان الملا برادر يميل إلى أن تكون هناك حكومة يتواجد فيها أشخاص يعني من خارج طالبان، يكونوا سياسيين لكن ليس السياسيين السابقين، سياسيين أو أشخاص مختصين داخل الدولة، يقول ليس لهم شبهات فساد. في ما أنا حقاني يقول لا نحتاج إليهم، نحن قاتلنا 20 عاما لنعود ونحكم البلاد فقط وحدنا. شكرا جزيلا لكم أحمد سيد الصحفي الأفغاني والكاتب والباحث السعودي عبد الله بن مجاه. شكرا لك. في الرابعة بعد الفصل، أوميكرون يستنفر أوروبا، دول تتجه للإغلاق تزامنا مع موسم الأعياد ورأس السنة. بعد دعوات من أحزاب وقوى الحرية والعدالة، تشهد الخرطوم تظاهرات منددة بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. مراسلات العربية قالت إن الجيش قام بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة إضافة إلى الجسور. في ليبيا أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها، وأضاف بأنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. تعمل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على تطوير أنظمة الأسلحة التي تعمل بالليزر كوسيلة لاعتراض المقذوفات عالية السرعة، وفقا لتقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية. دعا وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، دعا المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول لنظام لبنان المالي.
شرد أكثر من 21 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ماليزيا بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية في وزارة الصحة إعلانه عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في إيران. قال رئيس المركز محمد مهدي كويا إن الإصابة تعود لمواطن من طهران قادم من إحدى دول الجوار. أهلا بكم من جديد. يترقب ما يزيد عن 8 ملايين شخص تدشين أضخم مشروع للنقل العام في العاصمة السعودية، نحن من بينهم بالطبع، حيث يتوقع لهذا المشروع أن يغير نمط التنقل في شوارع الرياض. زميل أحلام اليعقوب تأخذنا في جولة افتراضية على هذا المشروع، نتابع معك يا أحلام. بكل تأكيد خالد، يعني معرفة أسماء المحطات وألوان المسارات سيسهل من عملية استخدام المترو. تفضلي. وبامتداد طرق العاصمة يقام قطار الرياض على 6 خطوط رئيسية تغطي مسافة 176 كيلومترا من المدينة، منها 60% فوق الأرض والبقية تحتضنها الأنفاق. يتحمل طاقة استيعابية تصل إلى 3,600,000 راكب يوميا بتكلفة تزيد عن 22 مليار دولار. والسؤال، كيف يا ترى سيكون حال العاصمة وهواءها بعد افتتاح المشروع؟ من المتوقع أن يسهم مشاهدين قطار الرياض في الاستغناء عن 250,000 رحلة يومية بالسيارات، ويوفر ما يعادل 400,000 لتر من الوقود، وهو ما يعني تخفيض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء. أما عدد محطات المشروع الأضخم فبلغت 85 محطة مجهزة بأحدث التقنيات. نشرت تلك المحطات في أنحاء المدينة، منها 3 محطات رئيسية، الأولى منطقة قصر الحكم جنوب الرياض، ومحطة مركز الملك عبدالله المالية شمالا، فيما ستخدم محطة السويدي سكان غرب العاصمة. أما إن أردنا أن نتحدث عن مسارات الخطوط 6 للقطار، فمن المتوقع أن تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، الأنشطة التجارية والتعليمية وحتى الصحية. لنبدأ بالمسار الأزرق، والذي يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول يصل إلى 38 كيلومتر، ليربط بذلك طريق العليا شمالا بالبطحة جنوبا، فيما يتوازى المسار الأحمر مع طريق الملك عبدالله من الشرق إلى الغرب بطول يتجاوز 25 كيلومتر. المسار البرتقالي يمتد أيضا من الشرق إلى الغرب، ولكن بطول يقترب من 41 كيلومتر. المسار الرابع في حديثنا هو الأصفر، ويبدأ من مطار الملك خالد الدولي حتى محطة مركز الملك عبدالله المالية بطول يقارب 30 كيلومتر. إلى المسار الأخضر، فيقع وسط العاصمة على امتداد طريق الملك عبد العزيز، ويصل طوله إلى 13 كيلومتر. أخيراً المسار البنفسجي، والذي يتميز بوجود اتجاهين له بطول 30 كيلومتر، أحدهما أفقي والآخر عمودي في قلب عاصمة السعودية الرياض. إذن خالد، علشان تقدر تستغنى عن السيارة لازم تحاول أنك تجرب مترو الرياض أو مترو الأنفاق كما يسموه مرة ومرتين وثلاثة لين تحفظ كل المسارات. هذا اللي بيصير إن شاء الله. وأنا معك بكل تأكيد. أعلنت قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرتين مسيرتين اطلقت باتجاه مطار أبها الدولي. وبحسب التحالف، حاولت الميليشيا الحوثية استهداف المسافرين فجر اليوم الأحد بثلاث مسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزا لانطلاق الهجمات العابرة للحدود. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 19 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح التحالف أن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر من الحوثيين. وقد لقي قيادي حوثي مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوب مأرب. وأوضحت مصادر محلية أن جثة القيادي الحوثي الأسدي أعيدت إلى صنعاء مع جثامين لعدد من مرافقيه السبت.
أضافت بأن قيادات حوثية أخرى قتلت بغارات التحالف، وفي الجوف تمكن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في منطقة اليتم بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي. في الاستوديو ينضم إلينا منع المطري المحلل السياسي عضو مؤتمر الحوار اليمني سابقا. سيد منع، أهلا وسهلا بك. ما الذي يمكن قراءته فيما وراء هذا التصعيد اليوم من الحوثي في هذا التوقيت في أكثر من جبهة، مأرب أو من خلال الاستهدافات الآن على مطار مدني كما ترى؟ نعم، الميليشيات الحوثية عندما تواجه ضربات قوية من الجيش الوطني و التحالف العربي بالتأكيد أنها تلجأ لمسألة التصعيد حتى تضلل الرأي العام بأنه لا زال لديها قوة، لا زالت قادرة على ضرب أهداف خارج اليمن أو في الداخل اليمني. لكن في النهاية كل تحركات الميليشيات الحوثية هي مرسومة من قبل إيران، إيران هي من توعز لها بالتصعيد حتى تحقق أهدافها في ملفات أخرى. الجماعة الميليشياوية الحوثية هي مجرد أداة في يد إيران، ولا يمكن أن تتبنى مشروع خاص بها يفتح آفاق للسلام مستقبلا. ماذا عن مستجدات المعركة في مأرب؟ كيف يمكن النظر إليها؟ أعتقد أن موجة الهجوم الحوثية التي استمرت خلال سنة قد خفتت، لم تعد قادرة على إحداث تقدمات كبيرة في على الأرض. خسائرهم أصبحت بشكل كبير بما أنهم قد كشفوا ظهورهم عندما خرجوا من المناطق التي يتواجد فيها السكان إلى مناطق مفتوحة، مما مكن الطيران من أن يلعب دورا حاسما في المعركة وأن يصطاد كل التجمعات الميليشياوية أو خطوط الإمداد التي توفرها الميليشيات لهجومها. التحول المعركة الآن بحكم أن الميليشيات الحوثية بدأت باستهداف المدنيين بشكل أكبر مما كان في الماضي، جعل عقيدة القتال داخل الجيش الوطني وداخل القبائل المساندة له تكون أكثر قوة باتجاه الدفاع عن المدنيين وباتجاه تعزيز الجبهات للصمود في مواجهة الهجوم الحوثي الذي بات واضحا خلال الأيام الأخيرة أنه قد تراجع ولم يبقى له ذلك الزخم الذي كان في الأيام الماضية. البيان الأخير للرباعية الدولية تجاه التنديد باستمرار المعركة والتصعيد في مأرب، هل يمكن أن يغير من واقع الأمر شيئا؟ أنا أعتقد أن الموقف الدولي متراخي فيما يتعلق بمعركة مأرب تحديدا. كان هناك رهانات دولية للأسف الشديد على أن من سيحسم معركة مأرب سيتم التخاطب معه أو التفاهم معه على ملفات السلام مستقبلا. كان هناك رهان على أن الحوثي سيتمكن من السيطرة على مأرب، لكن هذا ليس تراخي، هذا تواطؤ. إذن هو تواطؤ وتراخي أيضا، أن المجتمع الدولي يعتقد أن المعضلة أمام تحقيق السلام هي معركة مأرب. هناك مسؤولين دوليين كثير التقينا بدبلوماسيين غربيين أيضا يقولون بهذا بشكل واضح وصريح أنه قد نتمكن من عقد سلام مع الميليشيات الحوثية بعد أن تسيطر على مأرب، وهذا أمر خطير، أمر يشجع الميليشيات الحوثية على ارتكاب مزيدا من الجرائم بحق المدنيين، بحق 3 مليون نسمة يقيمون في مأرب نازحين من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. هذا الأمر هو الذي شجع الميليشيات الحوثية على خوض هذه المغامرة الكبيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 30,000 يمني زجت بهم الميليشيات الحوثية في هذه المعركة الخاسرة. اليمنيون قاتلوا للدفاع عن مشروعهم الوطني، وقف إلى جانبهم التحالف في قتل المملكة العربية السعودية لأن قضيتهم عادلة ولأن من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم ضد هذا العنف المستجلب من إيران. هل بالإمكان حسم المعركة اليوم في مأرب باختصار؟ لا أعتقد أن الحوثي يستطيع أن يحسم معركة مأرب. أتحدث عن الطرف الآخر. الطرف الآخر هو للأسف الشديد لم يقم إلى الآن بأي عمليات هجومية، كل العمليات التي جرت خلال سنة كانت كلها عمليات دفاع عن مأرب. شكرا جزيلا لك مانع المطري المحلل السياسي عضو مؤتمر الحوار اليمني سابقا، شكرا لك. للمرة الأولى في الكويت بدأت وزارة الدفاع بتسجيل الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية في قوات الجيش اعتبارا من اليوم وحتى 2 يناير المقبل. وزارة الدفاع الكويتية أوضحت التخصصات المطلوبة من النساء الراغبات في الانضمام للجيش التي شملت 15 تخصصا لقبولهم في دورة عسكرية ممتدة إلى 3 أشهر.
من الكويت تنضم إلينا مراسلة العربية شاهد المتروك. أهلا يا شاهد، هيكلا معي في نشرة الرابعة. كيف هو الإقبال على التجنيد من قبل النساء في الكويت؟ نعم، مساء الخير خالد. طبعا اليوم يبدأ تسجيل النساء اللواتي يرغبن بالالتحاق بالسلك العسكري وتحديدا في وزارة الدفاع، لكن التسجيل يكون عن طريق موقع وزارة الدفاع. هناك إقبال طبعا فيما سبق عملنا تقرير وكانت تتوقع وزارة الدفاع تسجيل 150 يعني امرأة في السلك العسكري بمختلف المجالات التي تم الإعلان عنها. طبعا مجالات 15 مجال، منها طبعا الهندسة، الطب، الخدمات العسكرية المساندة وغيرها. اليوم الأول، لكن ستعلن عن عدد المسجلات في السلك العسكري. وزارة الدفاع ستعلن عنها في آخر يوم تسجيل وهو في 2 يناير من العام المقبل. أنت من خلال متابعتك، هل هناك يعني تشوفي في قبول من قبل الكويتيات للدخول في هذا القطاع وفي هذا المجال الجيش؟ يعني دائما الآراء متباينة بين مؤيد ومعارض، لكن أنا شخصيا يعني صادفت ممن رغبنا بالالتحاق بالسلك العسكري، يعني يسألنا عن طريقة التسجيل، شروط التسجيل. طيب نعتذر عن هذا الخلل. تعدت 18. طيب نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. عموما من الكويت مراسلة العربية شاهد المتروك. مع الوضع غير المستقر لفيروس كورونا ومتحوره أوميكرون الذي تسارع انتشاره في كثير من دول العالم، قررت بعض تلك الدول تعليق بعض الأنشطة الاجتماعية، وأوصت هيئة الصحة العامة في السعودية وقاية بتجنب السفر خارج المملكة لأغراض غير ضرورية، لا سيما إلى الدول عالية المخاطر. وقاية شددت على القادمين من خارج السعودية أن يتجنبوا المخالطة المجتمعية لمدة 5 أيام، والمسارعة إلى الفحص في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة بغض النظر عن حالة تحصينهم. ومنذ ما يزيد عن 100 يوم لم تشهد السعودية ارتفاعا ملحوظا لمعدلات الإصابة اليومية بكورونا، لكن الإصابات عادت للارتفاع فوق مستوى 100 حالة اليوم الثاني بعد تسجيل 104 إصابات جديدة بالفيروس وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، فيما لا تزال 33 حالة في وضع حرج وتتلقى الرعاية اللازمة في العناية المركزة. إجراءات متفاوتة أجبرت عليها بعض الدول بسبب متحور أوميكرون، ففي العاصمة البريطانية لندن أعلنت حالة الطوارئ. هولندا أيضا أصبحت أولى الدول التي يغلقها المتحور. آخر تطورات أوميكرون في دول الخليج ودول أوروبية أخرى أيضا مع الزميلة أحلام اليعقوب. تفضل يا أحلام. الله يستر من اللي جاي يا خالد. تفضل. بعد دعوة السعودية مواطنيها والمقيمين بتجنب السفر إلى الدول عالية المخاطر بسبب متحورات كورونا ومنها أوميكرون، دعونا نستعرض معكم مشاهدينا تطورات هذا المتحور في بعض دول العالم. نبدأ من السعودية ودول الخليج التي سجلت وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية 10 إصابات بالمتحور أوميكرون، 4 حالات منها في قطر و2 في سلطنة عمان. ومن الخليج إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث أعلن عمدتها صادق خان حالة الطوارئ في العاصمة وسط تحذير من قبل مستشار علمي للحكومة البريطانية من وصول الطاقة الاستيعابية لمستشفيات لندن خلال 2 أسبوع إلى مرحلة حرجة. ألمانيا بدورها أيضا استنفرت وأضافت بريطانيا إلى قائمتها المتعلقة بالدول عالية الخطورة في انتشار جائحة كورونا. وأعلنت هيئة الصحة الألمانية تشديد قيود السفر تجاه بريطانيا بدءا من منتصف ليلة الأحد. أما في فرنسا فقد ذكرت وسائل إعلام أن باريس ألغت خططها لعروض الألعاب النارية واحتفالاتها لرأس السنة، بعد إعلان وزارة الصحة الفرنسية أن ما يصل إلى 10% من إصابات كورونا الجديدة قد تكون لمتحور أوميكرون.
وإلى هولندا التي أصبحت أول دولة أوروبية تعلن فرض الإغلاق الشامل بسبب الحالات الحرجة أو الموجة الخامسة من تفشي كورونا ومتحور أوميكرون. وبحسب وزير الصحة الهولندي يدخل قرار الإغلاق الشامل حيز التنفيذ اليوم الأحد وحتى 14 من يناير لعام 2022 شاملاً المتاجر غير الرئيسية والمطاعم. عودة إليك يا خالد. شكراً يا أحلام، يعطيك العافية. في الرابعة بعد قليل، اختتام ميدل بيست مساء اليوم وأكثر من نصف مليون زائر من داخل وخارج السعودية في 3 أيام. السعودية دعت لانعقاد هذا الاجتماع الطارئ استشعارا بمسؤوليتها تجاه الوضع الإنساني. وزير الخارجية السعودي يؤكد للعربية على مساعدة أفغانستان إنسانيا ومحاربة الإرهاب فيها. الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط ومطار يابا. إصابات كورونا في السعودية فوق 100 لأول مرة منذ أشهر، وهيئة الصحة تدعو لعدم السفر للخارج. ولأول مرة في تاريخ الكويت وزارة الدفاع تبدأ بتسجيل الراغبات في الانضمام إلى قوة الجيش. اختتام ميدل بيست مساء اليوم، أكثر من نصف مليون زائر من داخل وخارج السعودية في 3 أيام. أهلا بكم من جديد. تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم اختتام ميدل بيست، أكبر حدث موسيقي إقليمي لعروضه الدولية التي جاءت بمشاركة 200 فنان محلي وعالمي. المهرجان العالمي يستقبل زواره في من داخل وخارج المملكة بمجموعة واسعة من العروض الفنية والترفيهية، إضافة إلى عدد من المطاعم لتشكل تجربة استثنائية لضيوف المهرجان ضمن فعاليات موسم الرياض. من الرياض ينضم إلينا من ميدل بيست مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. أهلا فيك يا عبد الرحمن. أنت لك 3 أيام في الميدل بيست بس بدون بندانة ولا لا؟ أوكي طيب، كيف كانت تجربتك؟ لا اليوم يا خالد غيرت المكان. اليوم يا خالد حنا مبندنينا. طيب وبيك أنت بعد النشرة إن شاء الله أنت والزملاء تجون عندنا بميدل بيست ونبندنها سوا إن شاء الله. قول كيف كانت تجربتك في الثلاث أيام هذه؟ رائعة جدا يا خالد، يعني أضخم مهرجان موسيقي في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 200 فنان عربي وعالمي، تنظيم رائع جدا، الحضور ضخم جدا. يوم أمس أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركيا للشيخ المستشار بأن الحضور وصل إلى أكثر من 590 ألف. أخلي الكاميرا تأخذ الأجواء لكم أكثر وأكثر، زميلي مصطفى يأخذ لكم جولة. نحن نشاهد الآن مسرح بديل بيك بيست، هذا المسرح هو أكبر مسرح موجود في المهرجان. الآن تقريبا الدي جي العالمي موساتي يلعب الموسيقى الخاصة به. اليوم أيضا المسرح هذا خالد حيشهد حفلة لعمرو دياب الفنان المصري، وأيضا بشوي ترى نسمع كويس أجرم وعدد من الدي جيز العالميين. أنا ما أسمعكم كويس يا خالد، الصوت عندي عالي عشان كذا صوتي مرتفع. الآن أيضاً المناطق اللي موجودة متنوعة، يعني منطقة الفي آي بي التي سنشاهدها الآن بعد قليل، زميلي مصطفى يأخذ لكم بعض اللقطات، يعني على أعلى مستوى، مطاعم خاصة، جلسات، غرف فندقية. أيضاً هناك مسرح أو منطقة الأندرغراوند، هذه المنطقة متخصصة في الهاوس ميوزك أو الموسيقى العميقة والديب هاوس ميوزك. أيضاً مطاعم، مقاهي، يعني تنظيم أكثر من رائع. يعني حتى لو لاحظنا خالد الزخم الإعلامي الكبير اللي ضخه تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر، والمشاهير
من كل أنحاء العالم. أيضا مثل هذه المناسبات والمهرجانات العالمية خالد تضيف وظائف موسمية. كيف كان التنظيم عبد الرحمن تنظيم الفعالية هذه؟ وأيضا مسألة الدخول والخروج إليها لأول مرة طبعا في كان حركة للباصات رائع جدا، لأنه صحيح يعني أول يوم كان فيه بعض الإشكاليات البسيطة فيما يتعلق بالباصات، لكن تم حلها مباشرة في اليوم الثاني وتم إلغاء الباصات تماما. يعني أنت تبغى تحضر تجي بسيارتك خالد وتوقف مواقف شاسعة يمكن مساحتها أكثر من 6 أو 7 كيلومتر مربع، توقف سيارتك تجي مشي تدخل المهرجان، المسارات ميسرة، أيضا المنظمين شباب سعوديين أكثر من رائعين، بالإضافة طبعا إلى المنظمين الخاصين بالشركة العالمية ساوند ستورم القادمين من جميع أنحاء العالم. الشباب السعودي جالس يستفيد من هذه الخبرات الأجنبية والعالمية من خلال التنظيم أي تطبيق إلكتروني للمهرجان، من خلاله تستطيع التنقل والتعرف على خريطة المهرجان. المكان شاسع خالد وكبير جدا. أيضا الفنانين العالميين نوعيتهم نوعية جدا ممتازة، شاهدت سياح قادمين من دبي، من الكويت، من مصر، من دول أوروبية موجودين علشان يحضرون لهذه الأسماء العالمية اللي تجي للسعودية أو للشرق الأوسط مرة واحدة في السنة وتأتي إلى الرياض إلى ميدل بيست لتقديم موسيقاها وتقديم النوعية المميزة لهذا المهرجان في العاصمة السعودية الرياض. أنت من اللي عجبك من الفنانين في الفترة اللي راح في 3 أيام؟ مع مين تفاعل؟ أنا تفاعل الشخصية طبعا راشد الماجد، ديفيد جيتا يقول أنت لك على أتمنى اليوم ناسي عجرم. أنا يوم أمس ديفيد جيتا يعني أنا كنت طاير. لا فعلا الحضور يا خال، حتى لو أنت مش مهتم بالموسيقى أنت الأجواء نفسها تشعلك بالحماس بالإثارة بالرقص بالموسيقى والتنوع المسارح يا خالد. ميدل بيست يعني بيج بيست، دانس بيست، داون بيست، أندرغراوند بيست. المسارح اللي موجودة في أندرغراوند بيست تقريبا أكثر من 7 أو 8 مسارح، يعني تنوع كبير وهائل بأنواع الموسيقى. يعني أي شخص يريد أي موسيقى يجدها في هذا المكان. صراحة أنا مبهور كثير بهالمعلومات الكثيرة الموسيقية. ما مشي البندارة خالد، ما عرفتك يا عبد الرحمن بصراحة. شكرا لك، خليك تستمر في حماسك. شكرا لك عبد الرحمن العصيمي من ميدل بي. من مصممي الأزياء السعوديين سيتم اختيارهم للمشاركة في برنامج تدريبي عالمي لمدة عام، يأتي ذلك ضمن معرض 100 براند سعودية الذي تقيمه هيئة الأزياء السعودية في الرياض، والتفاصيل مع غادة الفهد. أعلنت هيئة الأزياء في السعودية عن برنامج سيشهد اختيار 100 مصمم من مصممي الأزياء السعوديين للمشاركة في حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية بقيادة خبراء صناعة الأزياء العالمية. يستمر هذا البرنامج لمدة عام. بوجود هذا المعرض بدأنا نحس بأهمية هيئة الأزياء ودورها في تشجيع المصمم السعودي وتدريبه وظهوره في الساحة وتوجهه إن شاء الله للعالمية. تقوم فكرة تطوير القطاع بإطلاق برنامج 100 براند سعودي عبر تقديم قطع الأزياء بطابع التراث السعودي
واختيار أكثر من 1500 علامة تجارية لمصممين محليين. شعورنا جميل جدا، يعني هذا حلم، هذا شيء ما أقدر أوصفه. شكرا لهم وشكرا للفاشن كوميشن على دعمهم لنا المستمر. أنا فخورة في كل زميلاتي وزملائي المصممين على الإبداع اللي شفناه. كلنا مبسوطين على الإبداع هذا اللي ساير. ستعمل هيئة الأزياء بالتعاون مع فريق دولي مكون من 10 مستشارين يتمتعون بخبرة واسعة في قطاع صناعة الأزياء لتطوير أعمال وعلامات الأزياء للمشاركين. تهدف هيئة الأزياء إلى تطوير قطاع صناعة الأزياء في السعودية ودعم وتمكين العاملين فيها من المبدعين والمستثمرين محلياً وعالمياً. غادة الفهد، العربية، الرياض. تسعة أشهر وعشرة أيام مرت منذ إنشاء هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، خلالها أطلقت العديد من المبادرات وتحققت الكثير من الإنجازات في طريق السعودية للوصول إلى عام 2030. زميل أحلام اليعقوب تحكي لنا رحلة هذه الأرقام اللي سهلت حياتنا بشكل جدا كبير. خالد، فعلا تفضلي. بخطى سريعة تتوالى الجهود السعودية في مجال التحول الرقمي، لا سيما وأنه أهم مستهدفات رؤية 2030. هيئة الحكومة الرقمية حققت رصيدا كبيرا من الإنجازات حتى الآن. فبالأرقام، هذه الأرقام تقول إن 97% من الخدمات الحكومية باتت رقمية، بنسبة تطور تجاوزت 83% بحسب الهيئة. وفي إطار هذا التسارع في التحول الرقمي، حددت سياسة الحكومة الرقمية مطلع الشهر الجاري 4 ركائز رئيسية لتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وهي المشاركة والتحول والقدرات وأيضا الحوكمة. أطلقت هيئة الحكومة الرقمية أخيرا برنامجا لتطوير المهارات البشرية تحت ما يسمى ب قدرات تك يركز على التدريب الاحترافي في المجال التقني. أما بالنسبة للتحول الرقمي فالجهود مستمرة ومكثفة أيضا، حيث خصصت السعودية 36 من هذه المبادرات بدعم يصل إلى 4 مليارات و200 مليون ريال لتنمية المحتوى الرقمي وتوفير وظائف نوعية في 4 أسواق رئيسية، هي الفيديو والصوت والألعاب الإلكترونية والإعلانات الرقمية. وقد لمس السعوديون مشاهدون نتاج هذا التطور في حياتهم اليومية، فمن أبرز المنصات الرقمية أبشر، وهو نظام إلكتروني يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجهات الحكومية. كذلك إيجار، المعني بتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق الأطراف، بالإضافة إلى إنجاز التي تقدم تحت مظلتها جميع خدمات وزارة العدل السعودية. هذه المنصة شهدت أكثر من 500,000 مستخدم و8.5 مليون عملية دخول، وهناك منصات أخرى سهلت الإجراءات وسرعتها طبعا في مجالات عدة في حياتنا اليومية. هذا التقدم السريع في الخدمات الحكومية الرقمية دفع السعودية لتحتل مراكز متقدمة على مستوى العالم، لا سيما بين دول العشرين. فقد قفزت السعودية للمرتبة الثانية عالميا في مجال الأمن السيبراني بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية، والسابعة عالميا في تمويل التطور التقني، والتاسعة عالميا لتطبيق وتطوير التقنية. هذا ما لدي يا خالد. شكرا، جولة رائعة، شكرا لك. خلال هذا الأسبوع سنعيش أطول أوقات الليل وأقصر أوقات النهار في السنة بسبب تعامد الشمس على مدار الجليد. تفاصيل في تقويم مع خالد الزعيم.
خلال هذا الأسبوع سنعيش أطول ليالي وأقصر نهر في السنة على الإطلاق، ويوم الثلاثاء هو الأطول ليلاً، ويتوافق ذلك مع وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب، أي تتعامد على مدار الجدي كحال أيامنا هذا، ويتزامن ذلك مع نجم المربعانية الثالث المسمى بشوله، والعام يقولون إذا طلعت شوله طال الليل طوله وأعجلت على الشيخ البوله واشتدت على العائل العوله. وبعد 10 أيام تقريباً يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل لمدة 90 يوماً تقريباً، وحين ذاك يتساوى في طول الليل مع النهار، أي بشهر مارس، وشهر مارس يسمونه العام بأباذار، ولذلك قالوا إذا طلع أباذار تساوى الليل مع النهار. وطول الليل على البلدان العربية قرابة 14 ساعة، وخلال هذا الأسبوع ستغرب الشمس على القطب الشمالي ولن تشرق إلا بعد 6 شهور، وستشرق الشمس على القطب الجنوبي ولن تغرب إلا بعد 6 شهور، فالليل 6 شهور والنهار 6 شهور. فليت هذا الشتاء الصعب مذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأدب، برد لو أن الورى جاءت تبايعني على الخلافة لم أقدر أمد يدي. إطلاق رؤية العلا واستقبال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات لأول مرة في تاريخها، والحدث الأبرز الذي يتمثل في مقابلة ولي العهد السعودي بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية 2030، هذه أبرز أحداث إبريل لهذا العام في السعودية، نتابع. محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. القفزات نوعية بالابتكار. في رؤية المملكة 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات مثل استراتيجية الوطنية للبيئة. اللي قد تكون بحجم 90% من وضع اليوم ونستمر في النمو والازدهار وننافس 50 مليار ريال سعودي. العناوين. المملكة العربية السعودية دعت لانعقاد وزير الخارجية السعودي يؤكد للعربية على مساعدة أفغانستان إنسانيا ومحاربة الإرهاب فيها. الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط ومطار أبها. إصابة كورونا في السعودية فوق 100 لأول مرة منذ أشهر، وهيئة الصحة تدعو لعدم السفر للخارج. ولأول مرة في تاريخ الكويت وزارة الدفاع تبدأ بتسجيل الراغبات في الانضمام إلى قوات الجيش. واختتام ميدل بيست مساء اليوم، أكثر من 500,000 زائر من داخل وخارج السعودية في 3 أيام. نهاية الرابعة، تحية لكم من الرياض وإلى اللقاء.